القادم المصري جاهز لرينجرز النيجيري. تعالوا كمان نشوف المؤتمر الصحفي للكابتن إيهاب جلال المدير الفني لنادي المصري ونرجع لكم تاني. في الاول والاخر انا عامل حساب المباراه دي اكثر من المباريات اللي بره لسببين. السبب الاول ان هو خسر من بيراميدز نتيجه بعض التدخل في الظروف ان غير الملعب يعني او غير الطرد قصدي في الشوط الاول خلى الماتش بشكل مختلف وهو كان كسبان، فده ما يديش مدلول كبير ان هم فرقه يعني ضعيفه. تاني حاجه ان هم فعلا فرقه جيده وهم اكثر خبره من كل الفرق اللي موجوده بما فيهم بيراميدز في بطولات افريقيا، دي واحده. الثانيه المباراه نفسها، خلال المباراه نفسها طبعا انا اكثر قلق يعني قلقا بكثير من المباريات اللي فاتت، لان هم فعلا فرقه جيده، فالناس متوقعه زي ما بنقول دلوقتي الجماهير، الناس متوقعه ان انت في ارضك فمن المفترض انك تكسب، ودي مش حقيقه، او من المفترض ان نكسب بس امتى ده ما نعرفوش، يعني انك هتبقى مستعجل المكسب ده غالبا ما بقاش موجود حاليا في البطولات دي طالما ان المستوى الى حد ما متقارب. يعني أنا سعيد لوجودي هنا وأشكركم على وقتكم. سنلعب مباراة تنافسية وستكون مباراة قوية، ربما فترة قصيرة لا تتعدى 10 دقائق من المباراة، ويبدو أنه فريق جيد. في الحقيقة فإن تواجد أي فريق في هذه المسابقة يعني أنه فريق جيد، ومن ثم أعلم أنه فريق جيد. نعلم أنهم سيسعون للسيطرة على المباراة، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة جيدة. خسرنا أمام بيراميدز في نيجيريا وكانت مباراة جيدة رغم خسارتنا، حيث سيطرنا على المباراة ثم تغيرت الأمور بعدها كلية، وهذه هي كرة القدم. غدا سنلعب مباراة قوية أمام المصري ونسعى لتحقيق نتيجة جيدة.